كتكون مسيلي في الصيف صعيبه شويه حيت ما كنبقاوش نلبسوا اللايرز، ما كنبقاوش نلبسوا طبقات. بس هو حتى فين اخويا انيق يلا طفات عليك الشمعه. انيق غتسمح لي حيت كنت عندي الخدمه بزاف ما كنتش مسالي هاد الايام هادي، داكشي علاش ما كنتش كنحط فيديوهات في يوتيوب. كانت عندي الخدمه ديال لامارك، كنت خدام على انستغرام وعلى تيك توك. يوتيوب البروسيس ديالو صعيب شويه كما كتعرف، دونك ياخذ وقت كبير، داكشي علاش ما بقيتش قادر انا نحط لكم فيديوهات في يوتيوب. بالنسبه للدراري اللي ما عارفينش كيسحب لهم راسه، راه كندخلوا بزاف ديال الفلوس من يوتيوب. ها هما الارباح اللي كندخل من يوتيوب لهذا الشهر لا الشهر اللي فات. دونك كما كتشوفوا راه ما كيمش حتى الويفي. نكملوا الفيديو ديالنا. باش تكون مسيلي في الصيف كما قلت لكم صعيبه شويه حيت ما كنبقاوش نلبسوا لايرز، ما كنبقاوش نلبسوا دوك الحوايج اللي كنقدروا نليروهم مع حوايج اخرين باش نطلعوا الاوتفيت ديالنا. هادشي ما كيعنيش اننا نلبسوا تيشيرت فيه طبعه ديال الباتمان او سبور ديال كاتربون، ولكن انت معك كوكانيق اللي المهمه ديالو انه يقلب على اهم الحوايج اللي غادي تحتاج في الصيف هذا، ويجرب احسن التنسيقات اللي تقدر تانسبيرا منهم واللي غادي يطلعوا السيل ديالك في الصيف هذا. بلا ما نطولوا الهضره يلا دري. خلينا نبداو باول بياسه واللي هي ضروريه في خزانه الملابس ديالنا في فصل ديال الصيف اللي هو الشورت. وهنا غادي تسولني خويا انيق شنو هما الشورتات اللي تقدر تنصحني بهم اللي غادي يكونوا مستكينين غادي يطلعوا من اللباس ديالي وفي نفس الوقت غادي يكونوا مبردين. اول شورت معنا اللي غادي ننصحك به هو شورت شينو. هاد الشورت هذا الثوب ديالو مبرد بزاف، نقدروا نلبسوه كاجوال مع تيشيرت مع سبرديله، وكنقدروا نلبسوه سمارت كاجوال ولا واحد شويه سمارت كاجوال مع بولو مع لوفر، دونك يجي زوين في جميع الحالات. بالنسبه للالوان اللي غادي ننصحك تاخذ في شينو عندنا الكري وعندنا الباج، هاد الالوان كيجيو مع كلشي تقريبا، دونك تقدر تماريهم بواحد الشكل اللي هو ساهل بزاف. ثاني شورت معنا هو الشورت ديال لولا. كما شرحت لكم في الفيديوهات اللي فاتوا بلي لولا من بين اكثر الثواب وافخم الثواب اللي كنقدروا نلبسوه في الفصل ديال الصيف. الشورت ديال لولا كنقدروا نلبسوه مع بزاف ديال الحوايج بحال الشكل ديال الشورت شينو، كنقدروا نلبسوه مع شوميز ديال لولا ومع لوفر، كنقدروا نلبسوه مع سبرديله بيضاء ومع شوميز اوكسفورد، دونك كنقدروا اننا نتمتعوا في اللباس ديالو. ما كنصحش بزاف بالشورطات ديال الجين فصل ديال الصيف حيت كيكونوا سخان بزاف، ولكن الا كنتي باغي تلبس الشورت ديال الجين كنصحك انك تلبس الشورت ديال الجين في لون بجد. اللون ديالو صيفي كيجي مع كل شيء وغادي يخليك مبرد واحد شويه على الاقل حيت ما كيشيش الحراره بزاف. ثاني بياسه اللي غادي نطلعوا بها الستيل ديالنا وغادي نطلعوا بها اللباس ديالنا في فصل ديال الصيف واللي غادي يدير الفرق هما الكيوبن شيرت. الكيوبن شيرت لاعبين واحد الشكل كبير هاد العوام الاخيره، كنلقاو كاع لي مارك مخرجينهم في لي كوليكسيون ديالهم، كنلقاو كاع لي انفلونسور ديال لا مود كيلبسوهم وكيديروا بهم لي فيديو. غادي تلقاو فيها بزاف ديال لي موتيف وبزاف ديال لي كولور، حاولوا ما تبعدوش بزاف، ما تاخذوش شي حاجه اللي هي اوفر، دونك حاولوا تاخذوا شي حاجه اللي هي واحد شويه غادي تقدروا تلبسوها، غادي تسهل عليكم الماموريه وغادي تلبسوها مع بزاف ديال الحوايج عندكم في خزانه الملابس ديالكم. تاخذ الالوان بحال الباج بحال الزرق، ولا تاخذ فيها دو كولور مثلا بحال الصفر بحال الباج ولا الصفر والزرق، دونك هاد الالوان هادو الصيفيين وكيتماشاو مع بزاف ديال الحوايج. كما قلت لكم بلي لولا واحد الثوب اللي هو مبرد ثوب ديال الصيف، وفي نفس الوقت واحد الثوب اللي هو فخم اللي كنلبسوه كيطلع علينا اللباس ديالنا اوتوماتيكمون. ثاني شوميز معنا هي الشوميز ديال لولا، اللي هي واحد الشوميز اللي كنقدروا نلبسوها مع بزاف ديال الحوايج، كنقدروا نلبسوها مع سروال ديال لولا مع شينو مع الشورت، دونك هي كتباري لينا بواحد الشكل كبير مع خزانه الملابس ديالنا. الشوميز ديال لولا ما يمكنش ما تكونش في خزانه الملابس ديالنا في فصل ديال الصيف. بالنسبه لثالث بياسه واللي هي ماشي ضروريه اكثر من ضروريه في خزانه الملابس ديالنا في فصل ديال الصيف هما لي تيشيرت، اللي كنصحكم بهم انكم تاخذوا دي تيشيرت يكونوا بازيك، دي تيشيرت ما فيهم حتى شي موتيف، دي تيشيرت بكولور واحد. علاش سهله؟ حيت كنقدروا نلبسوهم مع بزاف ديال الحوايج، كنقدروا اننا نماريوهم بواحد الشكل اللي هو ساهل كيبان شيك وزوين بارابور شي تيشيرت اللي هو فيه شي طبعه ولا فيه شي موتيف. هادو حوايج كيخليوك انك تفكر في اول حاجه تبغي تشريها في خزانه الملابس ديالك يكونوا هما لي تيشيرت بازيك. من طبيعه الحال تيشيرت بازيك ما كيكون فيه والو، دونك الحاجه اللي كتميزو هو الثوب ديالو، خصو يكون ثوب اللي هو زوين، ثوب اللي يكون بريميوم. وهذا الشيء اللي خدمنا عليه في الكوليكسيون الجديده ديال انيق، كوليكسيون ديال التيشيرت اللي مصنوع من 100% قطن سوبيما كاتشن من بين احسن القطن اللي كاين في المارشي. التيشيرت اللي وازن فيه تقريبا 172 غرام، دونك الثوب ديالو واعر بزاف. بالنسبه للخياطه ما نديوش عليها، مخيط بواحد الشكل اللي هو خطير اللي غادي يخليه انه يبقى معاك لاطول مده ممكنه. درنا برودري جيت الكتف كبراندينغ وباش نعطي واحد اللمسه اللي هي بريميوم للتيشيرت ديالنا. التيشيرت هذه 3 سيمانات باش خارج، دونك درت الفيديو في انستغرام، بالنسبه للناس اللي متبعيني في انستغرام راه شافوا البرومو. نقول لكم سمحوا لي بزاف الناس ديال اليوتيوب حيت ما قدرتش ندير لكم الفيديو، حيت الفيديو في انستغرام ما كياخذش جهد بحال الفيديو في يوتيوب، دونك نقدر انا نحط فيديو في انستغرام بواحد الشكل اللي هو اكثر. بالنسبه للدراري اللي غادي يدخلوا السيت وما غاديش يلقاو لي طاي ديالهم بغيت نقول لكم سمحوا لي. وبالنسبه للدراري اللي كيسولوني ديما واش غادي تعاود تجيب لينا ستوك، نقول لكم راه كنديروا دي كوليكسيون ليميتي، دي كوليكسيون اللي هي محدوده،
دي كوليكسيون ليميتي ما كنعاودوهاش دونك ما كنعاودوش نجيبو ستوك اخر وهذا هو البرينسيب ديال لا مارك وهادشي علاش كنتعطل حيت هادشي كياخذ واحد الوقت بزاف. لكم شكرا بزاف لكاع الاناقين اللي كيسيبورطيوني كاع الاناقين اللي كيدعموني حيت بعد الدعم ديالكم هو باش كنزيد نقدر نتحفز وندير فيديوهات. ملي كنحاول انا نبارطاجي معكم كلشي حيت كنحسبكم بحال خوتي دونك هادشي اللي كاين ما ديما نخبي عليكم. هاد الكوليكسيون مشات وجدوا لي راسكم مزيان الكوليكسيون ديال الشيخ خدامين عليها غادي تكون كوليكسيون واعره غادي تكون كوليكسيون ما كتضحكش وغادي تكون خطيره بزاف دونك غير وجدوا راسكم الدراري حيت غادي تعجبكم بزاف. غادي نمشي نشوفو رابع بياسه معنا واللي هو شنو غادي نلبسو في رجلينا اللي هما سبرديلات والصنادل. عاوتاني غادي نهضروا على سبرديله بيضاء حيت هي واحد البياسه اللي كتجي مع كلشي واحد البياسه اللي كتبان واعره في الرجل كتبان زوينه في الرجل دونك علاش لا وغادي نبقى ندوي عليها ديما حتى شي واحد البياسه اللي تستاهل. بالنسبه للسبرديله بيضاء كنلبسوها مع الشورطات مع الجين مع شينو اي حاجه جبتيها من الواردروب ديالك من خزانه الملابس ديالك كتجي واعره مع سبرديله بيضاء. دونك فاش تبغي تشري سبرديله بيضاء حاول تاخذ سبرديله بيضاء ديال الجلد اللي هي مصنوعه من الجلد اللي غادي تبقى معاك لمده طويله اللي تقدر تلقاها في زارا الدو عندهم سبرديلات بيضين واعرين بزاف وخديت مؤخرا واحده غير في هذا السولد هذا. تقدر تاخذ اديداس ستون سميث بيضاء كامله وتقدر تاخذ اير فورس 1 اللي تقدر تلبسها كاجوال وحتى ستريت وير. الا بغيتي تزيد شي سبرديله كاجوال على السبرديله اللي عندك بيضاء في فصل الصيف حاول تاخذ شي سبرديله في لون كريم ولا باش. دابا الافضل حاجه واللي هما الصنادل اللي كيخليو رجلينا مبردين ومهويين. بالنسبه ليا ملي كنمشي للبحر ولا البيسين كنلبس هافايناس كتجي واعره مع الشرطه ديال عمان عندهم دي ستيل اللي هما زوينين وحتى الكاليتي ديالهم واعره بزاف. جيران والتهلال عباد الله التهلال جيران كيصدعوني ماشي مشكل. اما الا كنا غادي نديرو شي قهوه خفيفه مع صحابنا فكنفضل انني نلبس صنداله اللي هي السماطي مثلا بحال هذه ديال زارا ولا نلبس صنداله بيركنستوك بحال هذه ديال الجلد. الصنادل اللي كيخليو رجلينا مهويين كنكونوا مرتاحين فيهم وفي نفس الوقت مستهلين. لما تحاولوا تلبسوا دوك لي سلايد ديال نايك اديداس وسيرتو دوك لي ميتاسون ديال فيليب بلان ودوك لي مارك الكبار ما كيجيبش الدراري زوينين وما كيبانوش مستهلين وما كيتلبسوش كاجوال. خليك لابسهم في الدار ولا كنتي غادي تسخر. بالنسبه لفصل الصيف كاين اللي كيفضل انهم يلبس شورطاج كاين اللي كيفضل يلبس سراول. وهنا غادي ننصحكم بجوج ديال السراول. اول واحد هو سروال شينو. سروال شينو نفس الشكل ديال الشورت شينو تشوف مبرد كيجي مع بزاف ديال الحوايج وكنقدروا نلبسوا كاجول وحتى سمارت كاجول واحد شويه. ثاني سروال معنا هو هذا السروال ديال القطن اللي خديته غير مؤخرا من السول ديال زارا. هذا القطن هذا واحد القطن اللي هو مختلف قطن اللي هو كيتنفس واحد القطن اللي هو خفيف بزاف مريح في اللبسه ديالو عجبني بواحد الشكل كبير داكشي علاش بغيت نبارطاجيه معاكم. هنا كما كتشوفوا نسقته مع كيوبان شورت في الزرق ولبست معاه لوفر في المارون اللي خديته من زارا في السولد حتى هو. كما كتشوفوا نسقته مع كيوبان شورت في الزرق ومع لوفر ديال زارا اللي خديته حتى هو في السولد اللي كيشبه لوفر ديال فير اوف جاد واللي دي 700 دولار دونك غالي بزاف داكشي علاش ملي شفت زارا في السولد طرت عليه مزق الجوش. سادس بياسه معنا هما النظاظر. بالنسبه للنظاظر هو واحد البياسه اللي مهمه بزاف فصل ديال الصيف كنحميو بهم عينينا من اشعه الشمس اللي هي الضاره فاش كنفيقوا الصباح عينينا منفوخين ولا فيهم شي حاجه دونك كنديروا النظاظر كنحاولوا اننا نضربوا شي عيب اللي كان في عينينا. الا كنت شي سايك طوموبيل كينفعوك الا كنتي غادي للبحر كينفعوك دونك كينفعوا بواحد الشكل كبير في فصل ديال الصيف. هنا ماشي اي نظاظر غادي يجيو معاك هنا خصك تختار النظاظر اللي غادي يجيو مع الشكل ديال الوجه ديالك. بالنسبه لهذا الموضوع كنت درت عليه فيديو في البدايات ديال هذه القناه فيديو كيفاش تختار النظاظر على بشكل ديال وجهك. الا بغيتي ترجع تشوفو رجع شوفو غادي تستافد منه بزاف. الا بغيتي ندير لك فيديو على هذا الموضوع خلي لي في كومونتير الا كانوا بزاف ديال الدراري غادي نعاود ندير لكم فيديو على هذا الموضوع هذا. باش نسهل عليك حاول تاخذ نظاظر على قد وجهك ما تاخذش نظاظر اللي هما كبار اللي غادي يبينوا وجهك صغير وما تاخذش نظاظر اللي هما صغار بزاف اللي ما غاديش يبانوا في الوجه ديالك غادي يبانوا صغار بزاف. بالنسبه للالوان ما تخربقش راسك خليك في السيف سايد خذ نوار خذ المارون وخذ داك اللون الكريستال اللي كيبين بحال الزاج دونك هاد ثلاثه ديال الالوان كيجيو تقريبا مع جميع انواع البشره. بالنسبه للفصل ديال الصيف كنكونوا لابسين الشورطات كنكونوا لابسين لي شيميز دونك ما عندناش جيوبه مخبيين اللي غادي نقدروا نديروا فيهم بزطام تليفون والحوايج ديالنا. واخا يكونوا عندنا جيوبه مخبيين في الجاكيت في المونطو ديما كننصحكم انه يكون عندكم كروس باك كنقدروا نهزوا فيها بزطام تليفون الوراق ديالنا ايكرون سولير اللي كنا غادي للبحر ولا شي بلاصه كنقدروا نهزوا فيها ريحه دونك كتهز لينا كاع الحوايج ديالنا بلا ما نبانوا معرب زين. جيش فاش كنخشيو هادشي كامل في جيوبنا بزطام تليفون كلينكس اي حاجه خشينا في جيوبنا كيوليو كبار ما كيبقاش يبان الشورت زوين ما كيبقاش يبان السروال زوين وهادشي ماشي في المصلحه ديالنا. دونك نحاولوا ناخذوا كروس باك في النوار في المارون في البلو اللي نقدروا نماريوها حتى هي مع اللباس ديالنا
اللي غادي تعاوننا بزاف، غادي نديرو فيها كاع الحويجات ديالنا. اخر حاجه معنا هو البارفان، وهنا غادي خصنا بارفان صيفي، بارفان اللي في 100% صيفي، بارفان اللي هو فريش اللي فيه الحمضيات اللي غادي يخلينا نحسو بالنكهه ديال الصيف. الحال ما غاديش تلقاو ما احسن من دولشي ان غابانا لايت بلو اللي كنريكومونديه لكم بزاف، بزاف ديال الناس داروا عليه لي ريفيو وكيشكروه، دونك بارفان اللي غادي ننصحكم به فصل ديال الصيف. انا غير غادي نقول لكم مره اخرى سمحوا لي بزاف على التطيله هذه، ماشي لخاطري، ولكن فاش كنرجع ديما كما كتعرفوا كنرجع بفيديوهات اللي هما واعرين بزاف، فيديوهات اللي كتستافدوا منهم، دونك هذا هو اهم حاجه. احتاج التشجيعات ديالكم خوتي انيقين، دونك خليو لي التعليقات ديالكم غادي نقراهم كاملين وغادي نجاوب عليهم كاملين. انيقين اللي مازال ما تبعونيش في انستغرام كنحط فيه ديريل دي فيديو اللي تقدروا تانسبيرو منهم، اللي يقدروا يفيدوكم في اللايف ستايل ديالكم. دخل دابا دير ابوني باش ما تبقى تزقل حتى شي حاجه كنحطها في انستغرام. كما العاده كان معكم خوكم خليل، نشوفكم في الحلقه الجايه. Peace.